اليدان نستخدمهم بشكل كبير. سنتحدث أكثر عن موضوع الأعصاب واليدين بعد الفاصل. تعتبر اليدان مصدرا للكثير من الحركات التي تمكننا من القيام بأنشطتنا اليومية من عمل وأكل وشرب وغيرها، كما أنها تمكننا من التواصل مع الآخرين أيضا. لذلك فإن الأمراض التي تصيب اليدين تكون مزعجة جدا لأنها تحد من الحركة إضافة إلى الآلام الكبيرة التي تسببها. فعلا علي، وبسبب كثرة استخدامها قد تصاب يد الإنسان بأمراض الأعصاب والأوتار، ومنها التهاب عصب اليد أو الرسغ الذي سنتعرف على أعراضه وطرق علاجه من خلال حديثنا مع الدكتور علاء نشأت أخصائي جراحة الأعصاب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دكتور. بداية، ما هو عصب اليد أو العصب الرسغي وما هي وظيفته؟ أولا برحب بكم وأشكركم على استضافتي. عصب اليد هو أحد الأعصاب التي منبتها هو الفقرات الرقبية والنخاع الشوكي الرقبي، والتي تسير باتجاه الطرف العلوي. تمام. هي أحد ثلاث أعصاب رئيسية تغذي هذا الطرف، وهو غالبا ما يصاب بهذا المرض الذي نتحدث عنه الآن. يمتد من الكتف إلى الذراع وإلى اليد، ثم إلى الساعد، ثم إلى اليد. هناك قناة يمر فيها هذا العصب في الرسغ، هي قناة عظمية في معظمها، ثلاث جهات تحدها العظم، والجهة الرابعة هي عبارة عن نسيج عظام يمر من خلالها هذا العصب، وتشكل هذه القناة هي قناة الرسغ التي يمر منها هذا العصب. طيب يعني دكتور، لاحظ بالفترات الأخيرة ربما انتشر هذا المرض وهذا الالتهاب والألم عند النساء أكثر، علما أن الرجال ربما الأعمال الشاقة أغلبها هم اللي يقومون بها. يعني هل النساء يكون ضعف بالعصب عندهم أم ماذا؟ نعم، هلا بالأمراض بجميع في مجملها قد يعني يصاب بها أحيانا الرجال أكثر من النساء أو النساء أكثر. هذا المرض بطبيعته نسبة إصابة النساء به أكثر. فالنسبة تشكل 2 إلى 3 نساء مقابل كل رجل، وهذا تكويني يعني من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هناك يعني انتشر هذا المرض في هذه الأيام، وهذا أحد ضرائب المدنية والحضارة، فزاد الاعتماد على اليد وعلى الأعمال اليدوية من الكمبيوتر والحضارة والأمور هذه. تمام. غالبا ما تصاب به النساء أيضا بسبب الأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة، وفي معظمها تعتمد على حركة الأصابع والرسغ. نعم، يعني نجد عدد كبير من الأشخاص يشكون من أوجاع الرقبة أو هذه المنطقة بشكل عام، وبعد فترة نجد أن مثلا الإيد بلشت مشاكل عديدة فيها، ويعني سواء المرأة أو الرجل، لكن في الحالتين نجد الناس تشكو أكثر بشكل أكبر. هل لجلوس خلف الكمبيوتر، الأشغال المكتبية تؤثر على هذا الموضوع؟ نعم، لها تأثير مباشر جدا، وهي هذه المجموعة هي أحد الأسباب المسببة لهذا المرض، وهو متلازمة تضيق العصب الأوسط في الرسغ. فهي الأعمال، نعم، عند النساء، عند الموظفين الذين يعملون لفترات طويلة على الكمبيوتر أو على المكاتب ويستخدمون الأصابع والرسغ بشكل كبير، بالإضافة إلى بعض الأعمال التي يقوم بها الرجال كما ذكرت، وهي التي تعتمد على الاهتزاز الدائم، على الآلات التي تعتمد على الاهتزاز الدائم، مما يسبب اهتزاز متكرر في هذه المنطقة. وهناك بعض الأسباب الأخرى كالأمراض، يعني مثلا قائدين الباصات أو الشاحنات الكبيرة أو إيش، ممكن يتضرر هذا الشيء؟ هي القيادي، نعم، ولكن مش هي الأسباب المباشرة، ولكن هناك بعض الآلات لا تستعمل للحفر أو للأمور هذه، الدريلات. نعم، الدريلات أو الموضوع الأعمال الشاقة، الأعمال الشاقة التي تعتمد على حركة متكررة وارتجاج دائم في اليدين. طيب دكتور، نلاحظ في بعض الأحيان ربما شخص يكون هو اللي معروف يمكن اليسرى يكون عصبها أقوى من اليمنى. لا، هي يعني تعتمد يعني على الجزء، يعني ضعف في إحدى اليدين كانت اليمنى أو اليسرى، يعني واحدة تكون قوية واحدة تكون ضعيفة ربما. هو عادة نحن البشر بطبيعتنا معظم الناس يعتمدون على الجزء الأيمن من الجسم، وبالتالي عضلات الجزء الأيمن هي ليس العصب، هي العضلات الجزء الأيمن تكون أقوى
واحمل من الجزء الايسر ان كان الشخص كما نسميه يمنوي. يمنوي بالضبط. اما ان كان يسراوي فبالعكس زي ما هو يعني يقولون انه اليسار ان كانت الايد او الرجل يعني على جهه القلب فتكون اقوى، حتى اليسراوي يكون ربما انا ما بعرف الدكتور تصححني، لكن الجزء الايسر من الجسم يكون متحكم بالجهه اليمنى من الدماغ تتحكم بالايسر والعكس صحيح؟ نعم، هي كدماغ وكانفعالات وكحركات الجزء الايسر من الدماغ يسيطر على الجزء الايمن، وبالتالي يعني الجزء الايسر من الدماغ هو اهم من الجزء الايمن من الدماغ. تمام، لانه يحرك الجزء الايمن من الجسم ويسيطر على النطق. 85% من الناس مركز النطق عندهم في الناحية اليسرى، لذلك الجزء الأيسر أيسر من الدماغ مرتبط مع الجزء الأيمن من عكس الجسم يعني، والجزء الأيمن من الدماغ مرتبط مع الجزء الأيسر من الجسم. ولكن يعني هي تعتمد أكثر على الأعمال وعلى تكرار الحركة في اليد أكثر منه على، وإن كان أحيانا لا نجد تفسير لماذا أصيبت اليد اليسرى أو اليد. نعم دكتور، أيضا هناك بعض الأشخاص الرياضيين أو الذين يمارسون ألعاب الحديد وغيرها ويصابون بتمزق بالأوتار أو يعني بشكل عام، هل هذا يؤثر أيضا على أعصاب اليد؟ نعم، كما ذكرنا هذه القناة التي يمر من خلالها العصب الأوسط هي قناة عظمية ولها أحد الـ يعني الطبقات هي عبارة عن وتر قوي، ويمر من خلالها عدة مرابط عضلية وهذا العصب الأوسط. فعند الناس اللي بصير عندهم تمزق أو الذين يلعبون ويمارسون الرياضة بشكل كبير يحصل تضخم في هذه الأربطة مما يؤدي إلى صغر حجم القناة وبالتالي ضغط مباشر على العصب وبعض الأمراض كالسكري وبعض أمراض الغدة الدرقية. نعم، من الأسباب المباشرة هي مرض السكري، نقص هرمون الغدة الدرقية، زيادة هرمون الغدة النخامية يؤثر على الأعصاب بشكل عام يعني؟ على الأعصاب بشكل عام، نعم معروف أن السكري يؤثر على الأعصاب ويؤدي إلى تلف وتآكل في النسيج المغلف للعصب. أما بالنسبة لليد فهو يسبب يعني احتباس سوائل والتهاب مزمن في جميع الأربطة، ومن ضمن هذه الأربطة هو الرابط الموجود في القناة الرسغية، بالإضافة نقص فيتامين B12 أحيانا عند الستات كثيرة ما نواجه مشكلة هبوط في الهيموغلوبين أو الدم. أيضا هناك بعض الأمراض المزمنة كالتهاب أو الفشل الكلوي، احتشاء عضلة القلب كل هذا يؤثر؟ نعم، من هو لا يوجد سبب مباشر، ولكن هذه الأسباب أصحاب هذه الأسباب أو هذه الأمراض غالبا ما يتكرر لديهم حدوث هذه المشكلة، فبالتالي هم نسميهم الريسك فاكتورز أو الـ العوامل الخطورة. نعم، أما سبب مباشر نعزي له هذا المرض فلا يوجد. طيب دكتور، احنا نعرف انه الكسر يحتاج لتجبيس وعدم حركه حتى يرجع، التمزق العضلي يحتاج لراحه خاصه كان بالرسغ، يعني هذه ربما يعني صعب انه الشخص يبقيها بدون حركه، لازم يحركها، فالحل شنو؟ يعني المرهمات يمكن في بعض الاحيان التمزق يصل لست سنين سبع سنين وما له اي علاج، يبقى ملازم للشخص دائما الالم. هو في البداية يجب أن نميز بين التمزق العضلي وبين متلازمة الضغط على العصب الأوسط في الرسغ، نعم. هما مرضان مختلفان. نعم. بالنسبة للتمزق للأسف الشديد هو عبارة عن نقدر يعني نسميه مرض مزمن، نعم. ويجب أن يعني نتقي تحريك اليد حركات زائدة عن اللزوم أو باتجاهات يعني أكثر مما يجب. تمام. ولذلك يجب يعني إراحة هذا الطرف أو هذا الجزء من اليد الذي أصابه التمزق. أما بالنسبة لموضوعنا بالنسبة لتضيق قناة العصب فأيضا نعم محدودية الحركة هي أحد طرق العلاج، تمام، ولكن احنا لا ننصح الشخص بعدم تحريك يده أبدا، ولكن يعني اتقاء تحريكها أو استعمالها لفترات طويلة دون راحه او ركازها على جزء صلب او شيء زي هيك، فهذول الناس ننصحهم بتقليل حركه اليد وبتقليل الاعتماد عليها لفترات متواصله، وهذا احد طرق العلاج طبعا. طب دكتور، كيف يتم تشخيص هذا الشخص؟ يعني انا كيف ممكن اعرف انه لدي التهاب عصب رسغي يعني؟ نعم، ايوه، هذا المرض تحديدا يعتمد ب 90% من التشخيص على الامور السريريه، نعم، على تاريخ المرض، على شكوى المريض، وعلى فحصنا السريري 90%. فالأعراض تبعته غالباً ما يشكو المريض في البداية من تنميل وخدران في الأصبع الكبير الثلاث أصابع الأولى وجزء من الأصبع الرابع، بالإضافة إلى راحة اليد من الناحية الخارجية، ثم يزداد هذا التنميل غالباً ما يكون بالليل طبعاً، يزداد شيئاً فشيء، ثم يختلط بالألم ويصعب تحديده عند المريض هل هو تنميل أم هو ألم، وأحياناً ما يشكونه بلغة أنه زي تيار كهربائي زي لسعة الكهرباء بعبر عنها. ثم إذا تقدمت المرحلة نصل إلى مرحلة ضعف العضلات، يتأثر الجزء الحركي من العصب
وبالتالي يؤدي الى ضعف العضلات، فبتلاقي انه قبضه اليد قد ضعفت، ما بيقدر يمسك الاشياء واحيانا تسقط منه الاشياء. هذه اعراض كافيه لان نشخص يعني هذا المرض، وان كان يجب ان نستثني وجود ضغط على العصب في مراحل اعلى كالرقبه يعني او ديسك الرقبه. نعم بالضبط. هلا موضوع الديسك هو له اعراض اخرى بس يعني ايضا كمان يعني من الشعور نعم التنميل يعطي تنميل في احد الاصابع حسب المستوى المضغوط، ولكن يعطينا كمان سيلان او سريان للالم بمجرى العصب، فبيكون عندنا الكتف الذراع نعم ويبدا بالرقبه، موضوع مختلف نوعا ما، ولكن نعم هو احد الامراض التي يجب استثنائها عند تشخيص مشكله العصب. يعني تعمل صوره اشعه للرقبه، ان شكينا بالامر وكانت الامور ليست واضحه نعمل ذلك. اما احيانا نستعين كمان بالتخطيط الاعصاب، ما يسمى بتخطيط الاعصاب ورسم العضلات، وهذا يعني ليس تشخيصيا بقدر ما هو لاثبات شكوكنا. تمام، احيانا يعني نلجا الى بعض الفحوصات المخبريه لاستثناء مرض السكري او نقص الفيتامين بي 12، وهذا يساعدنا في الحل ايضا. طيب في اي مرحله يجب على الشخص ان يلجا للطبيب وتشخيص المرض وعلاجه، واذا اهمله شنو هي العواقب؟ تمام، هلا هو يجب ان لمجرد شعوره بهذه الالام والاعراض التي تكلمنا عنها حتى وان كانت في بدايتها، يجب اللجوء الى الطبيب، وذلك لتدارك مضاعفه الامور. هو المضاعفه نعم، فان كان هناك نقص في فيتامين بي 12 فالامور سهله في بدايتها قبل ان يحدث تكلس شديد في القناه او ضعف في العصب، ان كان هناك يعني انيميا او فقر دم نتلاشى، ان كان هناك نقص في هرمون الغده الدرقيه ليس فقط لاجل حل هذه المشكله ولكن لتفادي مشاكل اخرى، فيجب يعني التوجه الى الطبيب حال ما شعر المريض باحد هذه الاعراض. اما ان صبر المريض ويعني تحمل قد تؤدي بالنهايه ولكن بعد فتره لا باس بها يعني الى تلف في هذا العصب، يعني ساعتها اذا احنا لجانا الى العمل الجراحي او الى معالجه هذا الموضوع قد لا يستفيد المريض، لكن هذا مش بشهر او شهرين اذا يعني اهمل المريض. التلف يحتاج لتداخل جراحي وعمليه لا هو تداخل جراحي قبل التلف. قبل التلف ما اذا وصلنا للتلف هو التلف اخر مرحله خلاص، يعني مش بسهوله يحدث التلف، ولكن احنا يعني نحث لانه احيانا بيجوا مرضى كثير مهملين لصحتهم، فبالتالي يجب التوجه الى الطبيب حال ما شعر الشخص بهذه الاعراض، وان كانت تستدعي علاج هي اخذ العلاج المناسب، وان كانت لا تستدعي فبالتالي يعني راح نوجهه نحو الشيء الاصح. يعني نرجو اليوم ان نكون قد افدنا كل مشاهدينا عبر قناه الشرقيه نيوز بموضوع التهاب عصب اليد والرسغ. الدكتور علاء نشأت اخصائي جراحه الاعصاب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم. اهلا وسهلا. اذا سننتقل ونذكركم بابرز العناوين قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقديرا للظروف الصعبة التي يمرون بها، وزارة التربية توجه بمنح 10 درجات للطلبة الراسبين في المراحل غير المنتهية. في قضية المنتصف اليوم سلطنا الضوء على الزواج خارج المحكمة الذي يعد ضياعا لحقوق المرأة وتهديدا لمستقبلها. أما فقرتنا الصحية فناقشنا فيها أكثر أمراض الأعصاب شيوعا وانتشارا، وهو التهاب أعصاب اليد وكيفية علاجه. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وقت البرنامج انتهى، ودائما ما نلتقي بكم في نفس الموعد 12 ظهرا بتوقيت بغداد، وحلقة جديدة وفقرة جديدة في برنامج منتصف الناس. شكرا لك دكتور ولحضورك معنا اليوم، ختمت معنا الحلقة. ختمت معنا اليوم دكتور، هذا شرف كبير لنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم لاستضافتكم وشكرا للساده الجمهور. تحياتنا لك. إذا نذكركم دائما وأبدا بالتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/منتصف النهار لتكونوا معنا أول بأول وتتواصلوا بأخبار منتصف النهار. إلى الغد، إلى اللقاء. إلى اللقاء.